أين طفلتي؟ أين ديانا؟ طفلتي المولودة حديثاً؟ هذا هو الملك ميرلين، وهو أيضاً أقوى ساحر في المملكة. مستحيل، لقد تحولت، لم ترث أياً من قدراتي السحرية، لا أحتاج إلى طفل مثله. على الرغم من أنها ليس لديها سحر، ديانا تمتلك قوة بدنية غير عادية، ولكنها لا تملك قوة سحرية. تكبر ديانا في عزلة، السبب في ذلك ينبع من ميرلين. منذ سنوات عديدة كان ميرلين يتقن السحر الأسمى، وعندما أصبح ملكاً اتخذ العديد من الزوجات وأنجب العديد من الأطفال. كان يكره بشدة الأطفال ذوي القدرات السحرية الضعيفة مثل ديانا. يجب أن تكوني ممتنة لأني سمحت لك بالبقاء هنا، أي طفل يجرؤ على التحدي سيتم طرده. لذلك ظلت ديانا وحيدة بسبب قوتها المرعبة أيضاً. وهكذا لم يرغب أي من الأشقاء في اللعب مع ديانا، وتفاقمت المأساة عندما توفيت والدة ديانا البيولوجية، وهي الشخص الوحيد المقرب منها. والآن من يجرؤ على الاعتناء بها؟ من سيترك فتاة صغيرة هكذا؟ سأعتني أنا بها. علاوة على ذلك، أورورا ابنتي تريد حقاً أن يكون لها أخت، لذا ديانا لديها عائلة مرة أخرى. هيا بنا، انظري إلى هذا. بغض النظر عن حجم المشاكل التي تسببها ديانا، ستستخدم أورورا سحرها العلاجي لإصلاح عواقب تصرفات أختها، كما أنها تقف لحماية ديانا عندما يتم توبيخها، وبسبب ذلك سأحمي هذه العائلة الجديدة بأي ثمن. عندما كبرت ديانا اكتشفت الحقيقة. كبرت الفتاة ديانا، تبنيتها بسبب قوتها، وستقضي على إخوتها، لذا يمكنك أن تصبح الإمبراطورة. كيف يمكن لذلك أن يحدث؟ العائلة الوحيدة التي كانت لدى ديانا كانت واجهة أيضاً. لا يوجد لدي فكرة. ديانا أرجوك استمعي لي. ومنذ ذلك الحين عاشت الأميرة القوية للغاية حياة متهورة باستخدام قوتها لمعاقبة الأشرار بطرق وحشية للغاية. هاي، هل تسبب المشاكل مرة أخرى؟ ماذا تريد يا أخي الأكبر فليم؟ لا عجب أن البعض يخاف منها تماماً. سيكون لدى ميرلين إعلان الليلة، من الأفضل أن تعودي في الوقت المحدد. لا أهتم، لن أعود أبداً إلى ذلك المكان. فقط أقول، كيف لا أعود؟ من الممكن أن يطردني أبي، هل تفهم؟ فهمت الأمر، لكن تعاملي مع هؤلاء الرجال من أجلي، يمكننا مواصلة الدردشة، الأمر دائماً متروك لي. قتال، كسر، تنمر، انتهى الأمر، يداي كلها قذرة الآن. حسناً، إذن ليس عليك أن تدفع اليوم. رائع، المزيج اليوم طعمه جيد جداً لأنه كان مختلطاً بهذا دواء يحفز العاطفة. هذا الدواء جعل عواطف ديانا خارج عن السيطرة. الأمير أو الأميرة الأفضل مع أقوى القدرات السحرية سيكون خليفتي. أولئك الذين ليس لديهم سحر ضعفاء مثل ديانا. ثم ماذا؟ لست بحاجة إلى أي ألقاب، لا تهددني. أثارت هذه الوقاحة غضب إخوتها، وذلك لكسب تأييد ميرلين بشكل أساسي. أرجوك سامح أختي، إنها مجرد متهورة. أسامح؟ انظري ماذا فعلت بوجهي، لا مغفرة، سوف تطرد، سأحذفك من شجرة العائلة. لا بأس بهذا، كنت أنتظر هذا اليوم. لا، ماذا تفعلين يا ديانا؟ وداعا. ومنذ ذلك الحين أصبحت ديانا فارسة متجولة في جميع أنحاء المملكة، تجد متعة في معاقبة الأشرار. مخادع. أختي اهدئي، يمكننا أن نشرح. ارحل. شكرا لك، أنا المعالج بروس، أتجول في المملكة لكسب لقمة العيش، سحري ضعيف بعض الشيء. غير مهتمة،
انتظري، كيف أستطيع أن أشكرك؟ قلت لك لا حاجة، ابتعد. ومع ذلك بطريقة ما استمر بروس في متابعة ديانا في كل مكان. لماذا تستمر في متابعتي؟ لأنني أريد أن أشكرك، كما أنني معجب بقوتك. إذا تبعتك لن أتعرض للتنمر. ولكني أريد الدخول للحمام. ساعدوني، أين هو مخلصي العزيز؟ هنا. أوه، ماذا يحدث هنا؟ كنا نتدرب فقط على مسرحية. بيتي. أنا آسفة، دعيني أصلح الأمر. دعيني أستخدم السحر لإصلاحه، لكن عليك أن تدعيني أتبعك. حسناً. شاهدي هذا. وبعد نصف يوم انتهى الأمر. لماذا كل هذا الوقت؟ قلت لك سحر تحويل الكائن ضعيف، لكن الآن عليك أن تدعيني أتبعك، أليس كذلك؟ بعد أن وعدت ديانا كان عليها أن تفي بكلمتها، لكن بروس كان عبئا حقيقيا. ساعديني يا ديانا. ظل يقع في المشاكل. لماذا يلاحقك هذا المشاغب؟ ماذا يمكنني أن أفعل؟ لكن بروس ساعد ديانا في حل العواقب التي تسببت فيها. أنت رائع جداً. رائع؟ لست رائع مثل ديانا، لقد رأيت كيف قاتلت ذلك اللص. والدي تبرأ مني لأن سحري ضعيف، لهذا السبب أنا معجب بالأشخاص الأقوياء مثلك. بروس يحترمني تماماً مثل أورورا. وهكذا ازدهرت الصداقة الوثيقة ببطء. ولكن بعد ذلك في يوم من الأيام وجدتك. ماذا تريد أيها الأخ الأكبر؟ طردتني من العائلة المالكة. صحيح، لأنتقم منك لأنك دمرت وجهي الوسيم. واندلع اشتباك بين الشقيقين. ليس جيدا، لست قويا. ها، أليس كذلك؟ تغلبت ديانا على فليم على الفور، ضربته بشدة وفقد ذاكرته. ماذا عن موقفك يا فليم؟ كانت مطلوبة لجرأتها على العبث مع مفضل ميرلين. عضلاتي ليست بهذه الخشونة، صحيح؟ لا مزيد من التلاعب ديانا، لا يمكننا العيش هكذا بعد الآن. علينا الإطاحة بميرلين. سحر ميرلين الأسمى ليس في جسده، بل في قلادته السحرية، يخفيها بعناية شديدة في القصر، يجب أن نأخذها. ميرلين تبرأ منك، جعل الناس مثلنا يعانون. ساعديني ديانا. الغرفة مغلقة بسحر قوي للغاية. هذا الدرع صنعته على مدى عقود، سيعزز الجسم ويقاوم كل السحر. إذن لماذا لا ترتديه؟ يساعدني على مقاومة السحر، ولكن سحري لا يزال ضعيفا، كيف يمكن أن يصبح أقوى؟ حسنا، لكن حوله إلى تاج، هذا الدرع لا يناسبني. اضطرت ديانا إلى الانتظار لفترة طويلة حتى يقوم بروس بتعديل الدرع. هذا هو، انتهيت الآن، جربيه. يا إلهي، يبدو أن قوتك البدنية عززت قدرات التاج، ستحتاجين إلى فستان جديد. وسرعان ما تسلل الاثنان إلى القصر لتنفيذ خطتهما. ديانا، سأبقى هنا. حسناً، ابحثي عن القلادة وعودي إلى هنا. اهتزت ديانا بسهولة بفضل قوتها الفائقة ومعرفتها بتصميم القصر. هزم كل الحراس والأمراء والأميرات في طريقها. ها هو،
إذا كان بروس على حق فهو هنا. يجب أن يكون هذا الحماية السحرية. مرت ديانا بسهولة عبر الختم السحري بفضل التاج. هذه القلادة إنها قوية جدا، هل يجب أن أعطيها لبروس حقا؟ تذكرت العلامات الغريبة حول بروس وبدأت ديانا في الشك. قررت الذهاب إلى مكتب ميرلين للبحث عن سجلات عنه. ديانا؟ ما هذا أورورا؟ لا شيء أبي. يا إلهي، ماذا تفعلين هنا؟ لا، ليس كما تعتقدين. في هذه الأثناء اكتشف ميرلين أن القلادة مفقودة. ها هي. لا لا، أستطيع أن أشرح. لم يكلف أحد نفسه عناء الاستماع إلى ديانا، لأنهم كانوا مشغولين بالقبض عليها لكسب رضا ميرلين. لقد أحاطوا بنا هنا. أعطني القلادة الآن. لا، هذا هو العقل المدبر. بروس. في الواقع كان بروس هو الابن الذي طرده ميرلين منذ فترة. كان يستخدم ديانا منذ البداية. كنت أشك ووجدت وثائق عنك في المكتبة. لا أعتقد أنك يمكن أن تستغلني. سأسلمك مقابل حريتي. ولكن عندما لم تكن ديانا منتبهة استخدم بروس السحر. أنا الآن ملك السحر الأسمى، سلميه لي يا ديانا. حسناً، ما زلت أفضل ارتداء الدرع. بفضل القلادة السحرية الفائقة إلى جانب الدرع المقاوم للسحر، لم يعد أحد يضاهيه بعد الآن. بدون القلادة، ما السحر الذي بقي لي؟ الآن سوف آخذ سحركم جميعاً. لم تتمكن أورورا من الهروب أيضاً. أصبح بروس الآن قوياً جداً ولم تستطع ديانا مقاومته. حاولت أورورا استخدام سحرها العلاجي لمساعدة أختها على هزيمة الساحر بروس. ديانا أنقذتنا، يا لها من امرأة عجيبة. حسناً يا ابنتي، أعطني القلادة. لقد كنت مختبئاً كل هذا الوقت، لقد فرقت حتى الإخوة. عندما يتم إطلاق التدفق السحري فإنه سيختار تلقائياً شخصاً يستحق أن يمتلك السحر الأسمى. أورورا، أورورا هي ملكتنا الجديدة. ولكن ماذا عنك يا ديانا؟ لا أهتم بالألقاب، أنا فقط أحب الحرية. وأيضاً من سيعارضك على أي حال؟ وهكذا فإن الملكة أورورا تستهل حقبة جديدة، وديانا تستمر في عيش حياتها كفارسة حرة. في يوم من الأيام عاشت الجنيات معا في واد سحري تزدهر فيه الأزهار على مدار السنة. كانت هناك حديقة تسمى إيدن والتي تمثل الحياة في الأرض البشرية. تمت رعاية الحديقة وإدارتها من قبل 4 أخوات جنيات: جنية الأرض، وجنية الماء، وجنية الرياح، وجنية النار. ذات يوم عندما وطأت أقدامهم الحديقة، اكتشفت الأخوات الجنيات 4 أن الأشجار في الحديقة آخذة في الذبول، والزهور لم تتوقف عن السقوط. يجب أن يكون العالم البشري في مأزق، فهم بحاجة إلى مساعدتنا. سنذهب لمساعدتهم. أنا سوف آتي لمساعدتهم. هذه الرحلة ستكون بها تحديات وصعوبات كثيرة، فلنتحد لتخطيها. هذه قلادة تمثل القوة والمهمة التي ستتحملونها لحماية أرض الإنسان. احملوها معكم دائماً،
انحنت الجنيات الأربع لأمهم وطاروا معاً إلى أرض البشر. حلقت رياح الجنيات فوق سهوب الخضراء العميقة مع الريح، ودارت ريش الطاحون لمساعدة المزارع على طحن الدقيق. حلقت جنية الرياح فوق المحيط الشاسع على الفور لتضخيم الأشرعة ومساعدة الأسطول على الإسراع. عندما جاء دور جنية الأرض، بمجرد أن طارت إلى طريق جبلي كان يتآكل، لوحت بعصاها وفي لحظة عاد الطريق إلى طبيعته. ثم جاءت الجنية المائية عندما حلقت فوق الحقل الجاف، سرعان ما ألقت تعويذة لجلب مطر جديد، وسرعان ما أصبحت الأشجار في كل مكان خصبة. رأت جنية النار ذلك وكانت حريصة جدا على الأداء. عندما ذهبت إلى جدول صغير كان الماء يغلي، هرعت الحيوانات المائية لطلب النجدة. ذهبت إلى جانب الغابة، ولكن حيثما ذهبت جفت الأشجار. لماذا؟ لماذا تجعل قوة الأمور أسوأ هكذا؟ جنية النار، أرجوك اهدئي، ربما لم تستخدمي قوتك في المكان المناسب في الوقت المناسب. هذا صحيح، هذا صحيح، هناك بالتأكيد مكان تحتاجين فيه قوتك. هذا المكان بالتأكيد ليس هنا. جنية النار، لا أعتقد أنك لائقة للأرض البشرية. كنت قد جعلت النباتات خصبة منذ وقت ليس ببعيد. عندما أتيت جعلتيها تذبل. من الأفضل أن تعودي إلى حديقة الجنيات. كانت جنية النار غاضبة جدا، وبعد سماعها ذلك كان جسدها كله ساخنا، مما تسبب في هروب الجنيات الأخرى بسرعة. أنت ماذا تفعلين؟ لا تعتقدي أنك أنت فقط لديك السحر. دون السماح لجنية الماء بإنهاء كلمتها، نظرت جنية النار إلى الأخوات بغضب وطارت بعيدا. كانت جنية النار في حيرة من أمرها، حيث نظرت إلى جميع الأنواع التي كانت تتجنبها دائما. لماذا؟ لماذا قوتي عديمة الفائدة؟ هذا غير عادل. تحول لون جنية النار إلى اللون الأحمر مع الغضب، مما تسبب في تصدع الفرع الذي جلست عليه جنية النار من الحرارة، مما أدى إلى سقوطها على الأرض. حسناً، صحيح أن كل الأشياء السيئة تأتي دائماً معاً في نفس الوقت. كانت جنية النار قد غادرت للتو عندما ظهرت الساحرة الجليدية وهي تحمل شعلة في يدها وألقتها في قاعدة الشجرة. كانت جنية النار قد طارت بعيداً لفترة من الوقت عندما رأت جنيات أخرى تندفع أمامها. أسرعوا، أسرعوا أيها الأخوات! نظرت جنية النار إلى أخواتها ولم تفهم ما كان يحدث، لذا طارت. طارت الجنيات الثلاث إلى عمود من الدخان يتصاعد في وسط الغابة. سرعان ما استخدمت الجنية المائية السحر لإخماد النار. جنية النار، تعدي عن الطريق، لا تزعجينا بعد الآن. تم إطفاء الحريق بواسطة جنية الماء، واندفعت جنية الأرض لاستخدام عصاها لتحويل جذع الشجرة من الأحمر المحترق إلى البني المليء بالحياة. قامت جنية الرياح بإطلاق السحر بشكل خفيف لخلق رياح خفيفة تنفث الدخان الأسود. عادت الغابة إلى سلامها الأصلي. رأت جنية الماء فجأة غصن شجرة نصف محترق يتدحرج على الأرض وغضبت. بعد كل شيء، من فعل هذا؟ لماذا يوجد حريق في وسط الغابة؟ تحولت كل العيون فجأة إلى جنية النار. هل أشعلت النار في الشجرة عن طريق الخطأ الآن؟ هل هذا أنت جنية النار؟ احتارت جنية النار وهربت. كانت حزينة وتبكي، مما أضعف قوتها ولم يعد جسدها يلمع. جاءت عاصفة رعدية مفاجئة، واضطرت جنية النار أن تختبئ تحت شجرة. لا تبكي أيتها الفتاة الصغيرة، فالأرض البشرية لا ترحبك، ولكن هناك مكان ينتظر وصولك دائما. هل هناك حقا مكان ينتظرني؟ إنها أرض الحمم البركانية، حيث توجد البراكين المهيبة. ها هي الخريطة، يمكنك الذهاب إلى هناك في أي وقت. نظرت جنية النار إلى الخريطة في يدها، ثم نظرت في المسافة ومزقت القلادة، تركتها تحت الشجرة وقررت الذهاب إلى أرض الحمم.
كانت أرض الحمم هذه مكاناً مثالياً لجنية النار. انغمست في الاستحمام في الحمم البركانية والتحليق فوق البراكين، واستخدام قوتها لجعل اندلاع الحمم البركانية تبدو جميلة للغاية، لأنها كانت متحمسة للغاية. تجاهلت حقيقة أن الأشجار والحيوانات بالقرب من سفح الجبل كانت تدمرها الحمم البركانية وتقود إلى الفرع. في الوقت نفسه ظهرت ساحرة الجليد مستخدمة قوتها لتدمير أرض البحر. جمدت الأنهار مما جعل من المستحيل على سفن الإبحار. غطت الأرض بثلج كثيف حتى لا يتمكن الناس من الخروج، ودمرت المحاصيل أيضا. يمكن للناس فقط البقاء في المنزل لتدفئة أنفسهم بالنار الصغيرة. تم حبس جنية الأرض وجنية الماء أيضا في كرة جليدية عملاقة بعد القتال. فقط جنية الرياح كانت قادرة على الهروب، لكن جسدها كان مليئاً أيضاً بالجروح. كان الوضع خطير للغاية، لكن جنية النار كانت الوحيدة تلعب. تسببت في ثوران البركان وهربت الحيوانات، وكان ذلك كثيراً. هذا صحيح، فقد جنية النار يمكنها محاربة ساحرة الجليد. يجب أن أجدها، من فضلك أريني الطريق. بعد ذلك طارت جنية الريح مع الرياح إلى أرض الحمم البركانية. ها؟ جنية النار، تعالي بسرعة، البشر يتعرضون للأذى من ساحرة الجليد، كما تم سجن جنية الأرض وجنية الماء من قبلها. فقط أنت يمكنك أن تنقذينا. أنت من قلت أنني لا أنتمي إلى هنا. لا يهمني، عليك العودة. حاولت جنية الرياح أن تقنعها، لكن جنية النار ما زالت ترفض. تركت جنية الرياح بلا حول ولا قوة قبل أن تعود. تركت وراءها عقدا أعطته لها والدة الجنيات. جنية الرياح، انتظري. أخيراً وافقت جنية النار أيضاً على العودة لإنقاذ الأرض والبشرية مع جنية الرياح. عندما وصلت اندهشت من صورة كل شيء متجمد. سرعان ما استخدمت قوتها لكسر الجليد، وأنقذت جنية الأرض وجنية الماء. بسبب بذل الكثير من الجهد ضعفت قوتها أيضاً. الضعفاء، لقد تركوك، لماذا عدت إلى هنا؟ استخدمت السحر لمهاجمة جنية النار، لكن لحسن الحظ ظهرت جنية الرياح وساعدتها. اتحدت ثلاث شقيقات لحماية أصغر جنية نار، لكن قوة الساحرة كانت هائلة. شاهدوا قوتي! عندما كانت الساحرة على وشك تجميد الجنيات الثلاث، اندفعت جنية النار للأمام للتغطية. أطلق سحر الساحرة مباشرة على القلادة وتم إبطال السحر. اتضح أن القلادة كان لها تأثير حجب جميع التعاويذ. القلادة ستساعدنا على إيقافها. هيا يا أخواتي، لنعمل معاً. قامت الأخوات الأربع بجمع القلائد الأربعة معاً، ونمت القلادة على شكل ورقة الشجر تدريجياً لتشكل أربعة دروع. نظراً لأن قوة الساحرة تزداد قوة، استخدمت جنية النار كل قوتها لخلق تيار كبير من النار أصاب يد الساحرة. تسبب في سقوط عصا الساحرة وإصابتها بجروح خطيرة. سيطرت جنية الرياح على الريح لتقوم على الفور بدحرجة العصا تجاهها. جعلت جنية الأرض تحت أقدام الساحرة تنتفخ أكثر فأكثر، وأمسكت ساقي الساحرة بإحكام. صنعت جنية الماء كرة قوية من الماء مربوطة حول الساحرة. أطلقت جنية النار عصاها لإنشاء صندوق نيران، وحبست جنية الماء الساحرة في الصندوق. Ha ha ha.
أخيراً، لقد فعلناها. قامت الأخوات الأربع بإلقاء التعاويذ بسعادة لإعادة الحياة إلى طبيعتها، وجلبت جنية النار صندوق النار لاحتجاز الساحرة في أرض الحمم البركانية وألقتها في أكبر بركان. قررت أيضاً العودة إلى هنا للحكم والحفاظ على الأرض، ولم تدع الانفجارات البركانية تؤثر على حياة جميع الكائنات. عندما حل المساء، كانت جنية النار تزور مدافئ العائلة وتنضم إلى الناس في إشعال نيران المخيم. ماذا ستفعل إذا وجدت نفسك يوماً في جسد شخص آخر؟ علاوة على ذلك، فإن هذا الشخص يتناقض تماماً معك في الحياة. كان على صوفيا أن تتعرض لحادث كهذا، فلنتابع قصة اليوم لنعرف ما الذي فعلته لحل جميع مشاكلها. كانت صوفيا أميرة جميلة وذكية، لكنها كانت حزينة دائماً لأنها لا تستطيع أن تقرر شيئاً بنفسها. لم تستطع حتى رفض حفل زفافها القادم، لأن هذا كان الزواج لإنقاذ خزينة العائلة المالكة. في هذه الأثناء، بعيداً خارج القصر، في أفقر مكان في المملكة، عاشت هناك فتاة اسمها زيندا. كانت تمنع عادة أعمال الظلم، مما جعل الأشرار هناك يكرهونها حقاً. لكنها كانت رشيقة للغاية، لدرجة أنهم لم يتمكنوا من مطاردتها أبداً. كيف هي حياة الناس في ذلك القصر؟ يجب أن تكون حقاً مريحة. أتمنى أن أعيش هناك، لن أضطر للقلق بشأن الطعام بعد الآن. أتمنى أن أحظى بحياة مريحة هناك، يمكنني أن أقرر كل شيء كما أريد. فجأة هبت ريح قوية، مما أدى إلى اختلال توازن صوفيا وانقلبت في النهر. في صباح اليوم التالي، وجدت صوفيا نفسها في جسد فتاة غريبة. ماذا حدث لي؟ أين أنا؟ لم تفهم ما حدث. اقتحم الأشرار من الخارج فجأة الغرفة. الكبير، لقد كانت هي التي قاطعتنا أمس. زيلدا، دائما تريدين أن تعبثي بشؤون الآخرين. اليوم علي أن أعلمك درسا. أخي الكبير، ما هي مشكلتك؟ بعد سؤاله وجدوا أنه سرق فطرا من طفل، ولم يكن يعلم أنه فطر سامي. بعد معرفتها، ساعدت صوفيا اللص على التغلب على اللحظات الحرجة. أنا جائعة جدا، هل هناك أي شيء لآكله هنا؟ زيلدا، أتعرفين كم هو الوقت؟ اعملي بسرعة، هناك أشياء كثيرة يجب القيام بها. أنت مخطئة، أنا لست زيلدا، أنا... بغض النظر عما قالته صوفيا، فإن السيدة لم تهتم على الإطلاق، أجبرتها على القيام بالأعمال الشاقة. حتى الظهر قدمت لها وجبة طعام، لكنها كانت جافة جداً ويصعب ابتلاعها. لم ترغب في تقبل الموقف، وجدت طريقها إلى القصر. لكن بغض النظر عن محاولاتها في التفسير، لم يصدقها أحد، بل طردوها بعيداً دون رحمة. لم يكن لديها خيار آخر سوى العودة إلى المنزل القديم المتهدم. كنت أرغب دائماً في الحرية، لكن لم أتخيل أبداً أن الحياة في الخارج صعبة للغاية هكذا. فجأة دخلت السيدة غرفتها دون أن تلاحظ. أنت ما زلت متعبة، أليس كذلك؟ أنت مسكينة، دائما قوية ورشيقة، لكن كيف سقطت في هذا النهر دون أن تتمكني من العودة؟ من حسن حظك أنني مررت في ذلك الوقت. أحضرت لك بعض الطعام، فقد تناوليه وتعافي قريبا.
هل يوجد شخص يأتي إلى هنا في هذا الوقت؟ إيه؟ جئت إلى هنا لتعبث مع زلدا مرة أخرى. أنا هنا اليوم، لا تزعجني. لا 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 لا، هذه المرة أتيت إلى هنا لأشكر زلدا، ليس لدي نوايا سيئة. أنا أريد أن أشكرك على الشيء الذي حدث هذا الصباح، هذا البيض من دجاج عائلتي، لم أخذه من أحد. أدركت زلدا أن الحياة كانت هناك صعبة، لكن الناس كانوا طيبين للغاية. كان هذا هو الشيء الذي لم تستطع الحصول عليه في هذا القصر الفخم. منذ ذلك الوقت اعتادت صوفيا تدريجياً على الحياة الجديدة هنا. أحبها الناس هنا كثيراً أيضاً. حتى ذات يوم ظهرت زلدا فجأة في جسد صوفيا وبحثت عنها. أرادت زلدا استعادة جسدها من صوفيا، لأن الحياة في القصر كانت مريحة حقاً، لكنها فقدت كل حريتها. توقعت زلدا أن النهر كان السبب في تبادل أجسادهم. إذا أرادوا المبادلة فعليهم العودة إلى هناك مرة أخرى. لا، لقد كان من الصعب جداً أن أحصل على حياة حرة، لن أعود إلى هناك. أنت أنانية جداً، تلك الحياة هي ملكي. يمكنك قول أي شيء، لكن هذا هراء بالنسبة لي. لا بأس إذا كنت تريدين أن يتضرر الملك. ماذا تعنين؟ أخبرتها زلدا بالأشياء التي كانت تعرفها. في ذلك اليوم وجدت زلدا وهي تشعر بالملل الشديد طريقها لتسلق السطح. وصلت إلى غرفة سيد عن طريق الصدفة وتمكنت من الاستماع إلى قصته. استنفذت مناجم الذهب الملكية بسرعة لمجرد أنه سرقها سراً لسنوات. استخدم هذه الكمية من الذهب كهدية زفاف. في حفل الزفاف كان يأمر الناس بتسميم الملك تحت منصب زوج الأميرة سيكون قادراً على تولي العرش. أخبرت الملك هذه القصة لكنه لم يصدقني، خاصة الجزء الذي تمكنت فيه من تسلق السطح. يجب أن أفكر في طريقة لإيقافه. إذن أعيدي لي جسدي ثم عودي لإنقاذ الملك. لا، عليك أيضاً مساعدتي. هذه مشكلة عائلتك المالكة، فما علاقتي بكل هذا؟ عندما يتولى هذا السيد الجشع العرش ويحكم هذه المملكة لن يتمكن كل الناس من العيش بسهولة. أرجوك، سأعيد لك هذا الجسد بعد ذلك. لكن كان على زلدا مساعدة صوفيا في وضع خطة لفضح السيد الماكر. طلبت زلدا إذن الملك لزيارة قصر السيد من أجل حبها. وافق الملك لاعتقاده أن ابنته غيرت رأيها. عندما وصلوا وجدت زلدا طريقة لإنهاء السيد لإعطاء صوفيا الوقت للعثور على الدليل. تنكرت صوفيا في ملابس خبازة وجدتها الأميرة. يمكن أن تصنع فطيرة لذيذة للسيد لتذوقها، لذا أحضرتها الأميرة إلى هنا. تسللت صوفيا إلى غرفة السيد للبحث. في الواقع صنع عملته المعدنية وهناك خرائط للطرق السرية المرتبطة بأنفاق العائلة المالكة. هذه المرة لن تتمكني من رفضها. أيها السيد، أين كنت ذاهب؟ لقد كنت في انتظارك طويلاً. أوه، لابد لي من الحصول على بعض الأشياء، سآتي إلى هنا. Hmm.
بعد فترة قدمت صوفيا أخيراً طبقاً ساخناً لذيذاً من الكعك. أين ذهبتِ؟ لم أركِ في المطبخ. في وقت سابق نسيت بعض المكونات، اضطررت إلى الخروج لشرائها يا سيدي. حسناً، من فضلك استمتع بهذه الكعكة، فلن تكون لذيذة إذا بردت. بعد الحصول على الأدلة وجدوا على الفور سبباً للمغادرة. بعدما غادروا فجأة سمعوا الحوافر التي تطاردهم. مع العلم أنه لم يتم اكتشافهم حتى الاثنتان الحصان على الفور، مما جعله يركض بسرعة. فجأة انحرفت العربة، مما جعل الاثنتين تسقطان في النهر. صوفيا، أين أنت؟ صوفيا، زيلدا، أنا هنا، ساعديني. لا تقلقي، سأوصلك إلى الشاطئ. تبا لهذا، هذا الجسد ضعيف للغاية، لا أستطيع، فقط لو استطعت استعادة جسدي ستنتهي حياتي هكذا. حتى أنني أشركت زيلدا في هذا، فقط لم أكن أنانية جداً لأجرها إلى هذا. أريد أن أرى والداي، أريد أن أكون على طبيعتي. والمثير للدهشة أن زيلدا وجدت جسدها مليئاً بالقوة، قامت وتمكنت من إنقاذ صوفيا. اتضح أنه أثناء وجودهما في النهر تم إرجاع الفتاتين إلى أجسادهم. في تلك اللحظة كان السيد يتظاهر بإلقاء اللوم على نفسه لعدم قدرته على إنقاذ الأميرة. عند رؤيتها كان مندهشا تماما وتجمد من الصدمة. مع هذه الأدلة لا يمكن أن يكون السيد قادرا على إنكار أي شيء. منذ ذلك اليوم سمح الملك لصوفيا أن تقرر مصيرها. عادت زيلدا أيضاً إلى حياتها المريحة والحرة. لم تنسى صوفيا أيضاً الأحياء الفقيرة حيث يعيش أصدقاؤها الجدد. عادت وساعدت الناس هنا. عرف كلاهما أخيراً كيف تعتزان بما كانت تملكان. الذي جعل آرتا تفقد كل قوتها السحرية؟ ماذا ستفعل بعد ذلك؟ دعونا نتابع واو فيري تيلز وننضم إلى رحلة تلك الجنية الجميلة. في أرض الجنيات كانت هناك مدرسة حيث تكون الجنية متدربة قبل أن تصبح جنية حقيقية. من بين جميع المتدربين في تلك الدورة كانت آرتا هي التي تتمتع بأداء متميز. ومع ذلك كانت عاشقة جداً ولا ترغب أبداً في تكوين صداقات مع شخص لم يكن أفضل منها، لأنها اعتقدت أنها لن تحتاج إلى مساعدتهم أبداً. وجاء اليوم الذي اضطر فيه إلى تولي مهمة حقيقية أخيراً. سيتعين على الجنيات المبتدئة مساعدة الإنسان وتلقي امتناناً صادقاً من ذلك الشخص. لا يمكن التعرف عليهم إلا كجنية حقيقية بعد أن ينجحوا في فعل ذلك. في ذلك الوقت ستساعد آرتا الأميرة الصغيرة. مساعدة أميرة؟ بالنسبة لي هذا أمر سهل. عادة ما تتعرض الأميرة للأذى من قبل زوجة أبيها. في ذلك الوقت سأحضر أميرا هناك، سيمنحها قبلة من الحب الحقيقي وسيعيشون معا في سعادة إلى الأبد. لكن الحياة الحقيقية لم تكن كما تخيلتها. الأميرة التي ساعدتها آرتا لم تكن ضعيفة أو تهم على الإطلاق، كانت أحسان أميرة رائعة وجيدة حقاً في المبادرة.
انتظرت أردا يوما بعد يوم، لكنها استطاعت أن ترى أكسيل تتأذى. حين لن يتمكن أحد من إيذائها. بعد ممارسة المبارزة عادت أكسيل إلى غرفتها وأبقتها، ولم يسمح لأحد بالدخول. نفذ صوت أردا، قرر الدخول الغرفة لترى ما تفعله أكسيل. كل شيء كان يتناقض مع خيال أردا. كانت تعتقد أن الأميرات يعيشن في غرف وردية اللون. مع ذلك كانت غرفة أكسيل مليئة بالأشياء المخيفة والغريبة. في تلك اللحظة كانت أكسيل على وشك أداء طقوس. بالنظر إلى الأشياء التي أعدتها شعرت أردا بشيء غير صحيح. لا، توقفي على الفور. حدث انفجار مباشرة، مما جعلهم جميعا يخرجون. من أنت؟ كيف يمكنك الوصول إلى هنا؟ تجرأت على التدخل في عملي. كيف تجرؤي على فتح باب الجحيم؟ لم تجيبي على سؤالي بعد. أنا أردا، الجنية الأكثر تميزا في أكاديمية. جئت إلى هنا لمساعدتك في التغلب على زوجة الأب القاسية ومقابلة أمير حياتك. سأستقبل امتنانك لقلبي مرة أخرى وأصبح رسمياً جنية حقيقية. لقد أتيت إلى المكان الخاطئ. ليس لدي زوجة ولا أريد أن أرى أي أمير، وأيضاً لست بحاجة إلى مساعدتك. حقاً إذا لم أوقفك كان من الممكن أن تنجو الشياطين وتؤذيك. شكراً جزيلاً لك لمساعدتي. اذهبي بعيداً الآن. هذا ليس امتناناً صادقاً. إذا كنت تريدين مساعدتي أعيدي والدتي، سأكون ممتنة حقا لك. بدأت الأميرة في سرد القصة التي حدثت منذ سنوات عديدة عندما حضرت والدتها طرد الأرواح الشريرة للأسف، ثم جرها بعيدا من قبل أحدهم. كانت دائما تؤمن أن والدتها على قيد الحياة، فدرست عن هذا واستدعت الأرواح لتسأل عن والدتها، وعرفت أخيرا أن والدتها انجرفت بعيدا إلى أرض الشياطين التي تأكل الأرواح. لا يوجد كتاب يوضح لي الطريق لفتح البوابة لتلك الأرض، لذلك علي أن أحاول شيئا فشيئا. هناك الكثير من الأراضي التي توجد بشكل متوازي وفوضوي لا يستطيع الإنسان فهمه. علاوة على ذلك، ربما أكل هذا الشيطان روح والدتك بالفعل. إذا لا تستطيعين مساعدتي أرجوك أخرجي من هنا. لا بأس، إذا جعلت الإنسان ينقرض فلا تلوميني على عدم تحذيرك. وداعا. أوه لا، عصاي السحري. ربما أدى الصراع السحري في وقت سابق إلى كسرها. لن أتمكن من استخدام السحر بدونها. أنا آسفة حقا، يمكنك طلب مساعدة الجنيات الأخريات. أبدا، أنا أفضل جنية، لن أحتاج إلى مساعدتهم أبدا. لكن ليس لديك خيار آخر. لا تزال هناك طريقة أخرى، وهي الذهاب إلى أرض الشياطين التي تأكل الأرواح. هناك عصا سحرية، كل العصي السحرية مأخوذة من ذلك المكان. لكني أخشى أن أعطي هذا الشيطان القبيح حياتي عندما أصل إلى هناك. يمكنني المساعدة، على الأقل أنا أقوى منك. في المقابل أرجو أن توصليني هناك للعثور على والدتي. ما رأيك؟ مع التفكير لفترة قررت أردا عن بسط. وجدت كل المواد اللازمة لفتح البوابة يدوية، ولحسن الحظ كل المواد متوفرة في غرفة أكسيل. قبل عبور البوابة استخدمت أردا دموعها لتضعها على سيف أكسيل. دموع؟ لماذا؟ هذا الشيطان لديه القدرة على إعادة الإحياء. يمكن لدموع الجنيات أن تبطئ عملية الإحياء. بعد تحضير كل الأشياء عبرت الاثنتان البوابات. فقط مشيتا لبعض الوقت وكان الشيطان يشتغل. بدا على الفور أنه يهاجم الفتيات. بخفة حركة جرحت أحسن الشيطان، لكن قوته كانت أكثر كثير من خيالها.
أكثر من ذلك في أخطر الحالات. هناك شخص غريب يرتدي عباءة يبدو أنه يجذب انتباه الشرطة لمساعدتهم على الهروب. قدهم الغريب إلى منزل مغطى بدرع سحري. لم يكن لدى الشيطان وسيلة لكسر الدرع ثم ضاق الدرع. ثم خلع الغريب العباءة ببطء. ها؟ أمي؟ علمت أنك ما زلت على قيد الحياة. أكسل، لماذا أنت هنا؟ كنت أبحث عنك لفترة طويلة. أخبرني حدسي دائماً أنك ما زلت على قيد الحياة في مكان ما. ذلك الوقت عندما جرفت بعيني ووصلت إلى هنا بفضل الجرم السماوي الذي أعطته لي الجنية تمكنت من النجاة، لكني لا أعرف كيف أخرج من هنا. لا تقلقي يا أمي، هذه آرتا جنية متدربة، نحتاج فقط لمساعدتها في استعادة العصا السحري من الشجرة السحرية. ستأخذنا إلى المنزل. لكن الشجرة السحرية مراقبة بعناية، أخشى أن سيهاجم الشيطان الجنية أولا، لذا عليك فقط مساعدتي في إبعاده عن الشجرة بما يمنحني وقتا كافيا لأخذ العصا، وسأكون قادرة على الاهتمام بكل شيء. جاءت الملكة بفكرة، غيرت ملابسها مع أرض وهربت من الدرع السحري مع أكسل. شم رائحة الجنية وطاردهم الشيطان على الفور. بشكل متعمد جعلوه يبتعد عن الشجرة السحرية. فقط في انتظار ذلك ركضت آرتا بسرعة نحو الشجرة السحرية. وعندما لمست آرتا الشجرة السحرية شعر بها الشيطان على الفور وعاد بسرعة. جرح أكسيل خطيراً أكثر. بذلت آرتا قصارى جهدها لتضميده لكنها لم تستطع تحسينه. لا يمكن أن تكون الأمور كذلك، فأنا لا أستطيع أن أشفي نفسي من هذا الجرح. ماذا يجب أن أفعل؟ نعم، جنيات أخريات، أتسمعونني؟ أرجوكم تعالوا إلى هنا وساعدوني أرجوكم. ثم ظهرت الجنيات بدمعها. انظروا من توسل إلينا للتو، أليس هذا رائعاً آرتا؟ أعلم أني كنت متعجرفة جداً ولم يكن تصرفي جيداً، لكن أرجوكم سامحوني، ساعدوني هذه المرة فقط. أرجوكم ارحموا تلك الأميرة المسكينة. سأقبل بأي من شروطكم. لا بأس، ما خطبك؟ علينا أن نعالج تلك الفتاة أولاً، ومعاً ساعدوا أكسل في التئام الجروح. أكملت آرتا مهمتها أخيراً وتلقت امتناناً عميقاً من الأميرة أكسل والملكة، وأصبحت رسمياً جنية ساعدت المساكين. لكن أثمن درس يمكن أن تتلقاه هو أنه لا ينبغي لها أبداً أن تكون متغطرسة وأنانية. في يوم من الأيام في شرق غابة الجنيات البعيدة عاشت هناك امرأة حورية البحر الجميلة تدعى أورا. كانت هي التي حكمت هذه الأرض وحافظت على السلام هنا.
لم تكن فقط متحمسة ومتوافقة مع جميع المخلوقات، ولكنها كانت أيضاً لطيفة ومستعدة دائماً لمساعدة الناس. على وجه الخصوص تمتلك أورا أيضاً شعراً حياً، يرمز شعرها إلى حياتها وقدرتها على التئام الجروح عندما تغني أغاني جميلة. ومع ذلك يجب ألا تقص شعرها أو تستخدم قوتها أكثر من اللازم. كلما استخدمتها مرات أكثر كانت أورا أضعف. علاوة على ذلك، لما كبرت أصبحت أورا أكثر فضولا. كانت تشعر بالفضول حيال كل شيء، وخاصة الجزء الغربي من الغابة الخيالية البعيدة، حيث كانت الحدود هي نهر الجنيات. ومع ذلك، بسبب الشائعات القديمة بأن الغرب هو المكان الذي تعيش فيه قبيلة بيردمان الشرسة، كانت حريات البحر مثلها خائفة ولم تجرؤ على عبور النهر. ومع ذلك كانت لا تزال فضولية وأرادت التعرف على تلك الأرض الغربية. خلال زيارة للمنطقة الحدودية شاهدت أورا فجأة طائرا يساعد الكائنات البحرية الصغيرة. أليس مكتوباً في الكتاب أن أبناء قبيلة بيردمان قاسيون جداً؟ لكن هذا الرجل يعتني بالمخلوقات الصغيرة من حوله بعناية فائقة. ومع ذلك كانت أورا شديدة التركيز على مراقبة الشاب حتى يتمكن من عبور الحدود عن طريق، مما جعل الإنذار ينطلق. هناك دخيل. لحسن الحظ، بينما كانت أورا مذعورة، هرع بيردمان لإنقاذها من دولة الآخرين. تم إنقاذ أورا للتو من قبل الشاب عندما وصل فريق الدوري وبحث عنها بشكل سيء. حسناً، من الواضح أنني سمعت ناقوس الخطر. ربما كان الشخص يتسكع فقط. سوف أمسك به للتأكيد. في انتظار مغادرة الدورية، تنفس الشاب الصعداء ونزع سلاح الدائرة السحرية لأورا. شكراً لمساعدتي في الخروج من المشكلة. هل لي أن أسألك عن اسمك؟ أنا دون، أمير الغابة الغربية، وطائر ويست الذي لا يطير من قبيلة بيردمان. لكن لا تخافي، لن أؤذيك، لأني كنت أرغب دائماً في العيش بسلام مع أهل الشرق. شعوراً بأن دون كان شخصاً جيداً، حرصت أورا على أن تساعد دون على شفاء جناحيه. لأشكرك، سأستخدم سحري لجعل أجنحتك تطير مثل أي شخص آخر. على الرغم من أنه لم يفهم ما هي كلمات أورا، سمح لها دون بالمحاولة. من المؤكد أنه عندما تم سماع غنائها أشع شعرها بضوء سحري وشفى جناحي دون. أشكرك على إعطاء هذه المعجزة. إذا كنت لا تمانعي أن أصبح صديقتي. بالطبع، أنا سعيدة بهذا العرض. بعد ذلك أصبح دون وأورا صديقين مقربين ووقعا في حب بعضهما البعض تدريجيا. تقاسموا أشياء كثيرة معا، مما أدى إلى إزالة سوء التفاهم بين القبيلتين منذ سنوات عديدة. سمعت أيضا أن الشرق به العديد من المخلوقات المخيفة جدا، لكن عندما أتواصل أنا وبعض الأصدقاء سيكون الجميع لطيفون جدا، لذا نأمل أن يعيش الجانبان في سلام قريبا. هذا رائع، أمل أن نتمكن من القيام بهذا قريبا. ومع ذلك فإن هذا جعل ثيو العصفور الشرس الذي أراد دائما الهيمنة على الشر وسعى إلى تحطيم هذه العلاقة. ذات يوم كالعادة كانت أورا تستعد للذهاب للقاء عندما أحضر ثيو أتباعه لتطويق المنطقة الحدودية. أنا نفسي كثيرا ما أراها تتسلل إلى الغرب وتقابل الأمير دون، لذا الأمير المفقود لابد أن يكون على علاقة معها. الأمير المفقود؟ لكن لماذا؟ كفي عن التظاهر، أنت من خطفت الأمير، لذا يجب أن نرسل قواتنا إلى الشرق لنجده. هل يمكنك تقديم دليل على اختفاء دون بسببي؟ ما قلته للتو هو من جانب واحد. ها، ومن يعرف مؤامرة الشرق عندما حاولت الاقتراب من الأمير؟ ربما الشائعات القديمة صحيحة، أنتم حوريات البحر ماكرات ومخيفات للغاية. لا يجوز أن تقول عن أناس في الشرق هكذا. لدي فكرة، في غضون 3 أيام سأعثر بالتأكيد على دون وأعيده بأمان. لكن كيف نصدق ذلك ما لم تقومي بتسليم ترايدنت رمز رأس الشرق إليها؟ وسوف أقبل هذا العرض. ترددت أورا في النظر إلى ترايدنت. إذا كان عليها أن تعطي هذا الكنز لأي شخص فسيكون ذلك بمثابة إعطاء أرواح جميع شعوب الشرق في يده. أيتها الأميرة، نعتقد أنه يمكنك العثور على دون وإحلال السلام بين القبيلتين. سنأسف لأنك أنت ودون لطالما ساعدتمانا. نحن على استعداد لتقديم تضحيات من أجل كلاكما.
أشكر الجميع على ثقتهم بي. سأعود بالتأكيد في غضون 3 أيام بعد الاستماع إلى تشجيع الجميع. وافقت أورا على إعطاء ترايدنت لفيو. إذا لم أعد بعد 3 أيام سيكون ترايدنت لك. ها حسنا، أمل أن أسمع أخبارا جيدة منك. بعد ذلك بدأت أورا رحلتها للعثور على دون، لكنها ما زالت تفتقر إلى أي دليل. هذا هو آخر مكان نذهب إليه أنا ودون، لكن لا يوجد أي أثر له حتى الآن. هل تصادف بشيء سيء؟ الحمد لله الأميرة هنا. أعرف أين الأمير. سمعت أورا الصوت وسارعت للعثور عليه، فوجدت طائرا صغيرا محبوسا في قفص قريب. العصفور الصغير، هل تعلم أين دون؟ لكن لماذا أنت مريض جدا؟ تبين أنه كان الطائر الصغير الذي شهد اختطاف ثيو لدون بينما كان في طريقه لمقابلة أورا. ومع ذلك عندما كان الطائر سيبلغ عن الأخبار، علم ثيو ذلك وحبس الطائر في قفص صغير. لم يأكل الطائر أو يشرب منذ أيام قليلة، وكان جسده ضعيفا. نظرا لأن أورا أرادت إنقاذ دون بسرعة والناس على جانبي الصراع، استخدمت على الفور سحر شعرها لإنقاذ الطائر الصغير. ومع ذلك بعد إنقاذ حياة الطائر الصغير، ضعفت صحة أورا كثيرا تدريجيا. أشكر الأميرة لإنقاذ حياتي. سجن الأمير من قبل ثيو في شجرة عمرها 1000 عام، ما عليك سوى النزول لأسفل النهر للوصول إليها. شكرا لك أيها الطائر الصغير. حاولت أورا استخدام قوتها الصغيرة اليسرى وسبحت إلى الشجرة القديمة كما قال الطائر الصغير. بعد يوم وليلة وصلت أخيرا، لكن المساحة بالداخل كانت مظلمة جدا ولم يكن هناك طريق للذهاب. أحتاج إلى ضوء لأتمكن من رؤية الأشياء بوضوح، ولكن كيف أحصل على الضوء؟ هذا صحيح، إنه شعري. عندما أغني سيلمع شعري. بالتفكير في ذلك غنت أورا، مما تسبب في لمعان شعرها، مما أدى بها إلى بوابة صغيرة قريبة. من خلال البوابة دخلت كهفا صغيرا، حيث كانت دون تحت حراسة أتباع فيو. دعني أذهب. لا يمكنكم السماح لرجل مثل فيو الذي يتوق إلى السلطة بإيذاء الجميع والسيطرة على كل من الشرق والغرب. لا تكن عنيدا، صغار الناس في الشرق لا يستحقون مكانتنا، لا يمكنهم إلا أن يصبحوا عبيدا جبناء. ماذا؟ دون على حق، لكل فرد الحق في أن يكون حرا، ولا أحد عبد لأحد. أورا، سبحت أورا بسرعة إلى دون لإنقاذه. ومع ذلك انطلق تيار من السحر نحو أورا وأصابها. لم أتوقع أن تأتي أورا إلى هنا وتنقذ، لكن كن مطمئنة، سأقضي على كلاكما هنا وسأجعل الشرق والغرب عبيدا لي. لن أدعك تؤذي أحد. كان دون غاضبا وطار بالقرب من ثيو للقتال، ومع ذلك كان على وشك القبض على أورا من قبل أتباع ثيو. أيها الأمير توقف على الفور، وإلا سوف أؤذي الأميرة الصغيرة. أورا، دون. كافحت أورا للهروب ونجحت في استرداد سيف دون، لكن العميل أوقفها على عجل. في ذلك الوقت قررت الأميرة قص شعرها وألقت السيف بسرعة على دون. انتهز دون الفرصة، استخدم على عجل قوة السيف لهزيمة ثيو. انهار ثيو وتحول إلى طائر ليهرب مع أتباعه. أورا، هل أنت بخير؟ جسدك يزداد برودة. هذا لأنني قصصت شعر حياتي، لذا الآن صحتي تضعف. إذن بسرعة استخدمي باقي شعرك لاستعادة صحتك. لا، أنت أيضا تتأذى كثيرا، لا يمكنني تركك تموت من أجل إنقاذ نفسي. إذن أوافق على الذهاب معك لأكون بجانبك إلى الأبد.
ومع ذلك عندما سقطت دموع حبهما على شعر أورا، انفجر وميض من الضوء من الماء واستعادت صحة الزوجين. اتضح أن التضحية غير المشروطة بحب شخصين هي التي تغلبت على الموت وأعطتهما فرصة للبقاء معا مرة أخرى. أخيرا بعد العديد من المصاعب يكون الحب خالدا إلى الأبد وينتصر على الموت، وبعد ذلك نحن معا. نظرت أورا ودون إلى بعضهما البعض بسعادة وعادا إلى النهر السحري. أخيرا وببركة الجميع تزوجت أورا ودون وساعد القبيلتين على العيش في سلام ورخاء إلى الأبد.